النبي عليه الصلاة والسلام قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك العصا، فهو أخوف الذنوب على هذه الأمة. لماذا خافه عليه الصلاة والسلام وكان أعظم الذنوب خوفا؟ لأجل أثره، وهو أنه لا يغفر، ولأجل أن الناس قد يغفلون عنه، فلهذا خافه عليهم عليه الصلاة والسلام. والشيطان حرصه على أهل التوحيد أن يدخل فيهم الشرك الأصغر من جهة الرياء ومن جهة الأقوال والأعمال والنيات أعظم من فرحه بغير ذلك من الذنوب.